يقول وش يقول يا شيخ؟ يقول بعض العرب لا كثر ماله تكبر تكبر ولا جاء نهار الهوش شاحم ودبر دبر من حدة هالأيام جاك يتعبر ما يدري إن الوقت لا شك دوار كبره على ربعه وطيبه إلا قصير وما ينفعك لو الرصيدة ملايين ولا ينطح الهية ولا يوفي الدين وعند ابن عمه وجهه أسود من القار لا تحسب إن كل يعزك ويغليك ولا تحسب إن مالك عن الناس يغنيك لا بد صلفات الليالي تلاحيك في حجة ما عاد تنفعك الأعذار خلك لابن عمك سيفني ومعناس لا بد تعتازه ولا بد يعتاز ولا تسمع فلان مفايز وفواز خلك لابن عمك كما السيف بتار ولا تخاوي إلا من قرو مر يجيل أهل الوفاء والطيب نسل الحلاحيل اللي لي صكت عليك المحابيل لجلك تبيع الروح وتدوس الأخطار ولجال سر الرديان وأهل الحكاية أهل الردى والبوق إخباث النوايا جالس على الهزعة سهوم المنايا كشاب تطاله وشباب النار وإن جاك طلاب يبي منك حاجة عطه القوادي وكب منك العواجة الرجال عرافن وفيهم إحلاجة وفيهم سديد الراي بالهرج الأشار وفيهم سميد عراس يابس بلايل لعودت ما بين صايل وجايل كساب لا لمداح يوم النفايل واليزهم تحزز تضيق ما باب وفيهم كريم ما يحسب المخاسير ملفى بني عمه وملفى المسايير يساعد المحتاج وقت المعاسير واليزهم تحزز تضيق ما باب يروح فيها طويلة يا شيخ سلامك صاحب دنك وجه بيض وجهك يا ابو مناحي ابو مناحي يعطيك العافيه شفت ان لنا مكان ووقار في هذه القريه عشان يجينا عندنا مرحبا ارحبوا وراك ايش لا يتسحرون معنا لا يا شيخ عادي اربع ايش تعال ريان واد رحنا يلا وهدى وين ولد مع الاذان بيدن يا رجال يلا طيب اذا حتى عشان نتعشانا ها لا عشان. على الفرشه على الفرشه انكم يلا اصرب يدن صدق والله